بص انت عندك تحكم، عندك تحكم، عندك تسليم وتسلم، عندك تسليم وتسلم، انما بايه؟ بدون اي فعاليه. انت بعد ما جبت الجول اتكلت على ان انت بتلعب ضد فرقه 10 وان الماتش خلص خلاص، وده اللي احنا حذرنا منه. انت قصدك على اللعيبه في الملعب؟ اي لعيب في الملعب، اي انا مالي ومال اي حاجه تانية. انا مهما انا كنت كوتش وامدي جميع التاكتكس وجميع الاشياء اللي في الدنيا، ما انت هترجع تقول لي هو ايه ايه اللي حصل يعني؟ هم دول اللعيبه اللي عنده. ايوه هو ازاي شغلهم النهارده؟ حط ده يمين وحط ده شمال وما اعرفش ايه، هي دي القضيه؟ لا، القضيه النهارده ريمارك ما فيش، انت لعيبتك ما بتمسكش حد، وكل لعيب بيتكل على حد، اكتر واحد بيجري في الملعب اكبر الناس سنا النهارده. سولي عنده كام سنه؟ 34 سنه؟ لا. حاجه زي كده. اكبر واحد في الملعب بيجري النهارده وبيجري 31 واحد 31 سنه؟ اكتر واحد بيجري النهارده في الملعب. كل اللعيبه حاسه ان الماتش خلص بعد ما جبت الجول، حاسه ان الماتش خلص بعد الطرد. حسين الشحات برضه لازم نديله حقه، ومن ضمن الناس اللي عملوا مجهود كبير جدا جدا جدا. قلنا في ناس لازم تنزل قبل الماتش، او ما نزل شادي ونزل شريف وحسين، قلنا في ناس لازم تدي النهارده للراجل وتدي لنفسها وتدي لفرقتها. حسين اتحرك في كل حته، حسين عمل اللي يقدر عليه، حسين بقى له فتره بره، انما شريف وشادي مش بره. لا، دول موجودين كل ماتش وموجودين كل تمرين وموجودين في كل حته. ف ما ينفعش في كرة القدم عموما في اي فرقه في العالم ان انا اتكل على واحد تاني هو اللي هيغطي مكاني. ايوه، ما نقولش بقى اكرم دخل عشان يقطع الكره، ما فيش حد مع الراجل ده، عشان كده اكرم تطوع. وبعدين اكرم تطوع انه يرد تاني، وبعدين اكرم بقى ماسك ثلاثه، وبعدين اتلعب التكوف خلاص، اكرم بقى مش عارف يمسك ده ولا يمسك ده، واتعملت الراجل بقى اللي واقف والكره بتتنطط قدامه، ده ازاي تعديه؟ ازاي دي ما تبقاش فيه كره بتطلع شيل؟ وبعدين هنرجع نقول للشناوي انت اتخد يعني ازاي الكره دي في الحته دي انت ما خدتهاش؟ ما كله اتخدع. انت اتخدعت من ساعه الطرد، اتخدعت في الاداء كله. الاداء بصراحه ده حصل من ساعه ماتش طلائع الجيش، وقلنا مش كل مره هتسلم الجره، فناخد بالنا كلعيبه ونرجع تاني للحاجه اللي ربنا بيديها لك في الماتشات. بيقول لك انت اول ما يبقى عندك حيويه ونشاط وبتضغط على الخصم وبتلعب بروح بتكسب اتنين وتلاته. ايه النهارده ليه اتكلت على انك انت جبت جون وخلاص والدنيا هتعدي بيس كده؟ لا، مفيش حاجه في الكوره. صحيح. طيب انا هتكلم مع الكابتن علاء في نقطه. مش هتكلم؟ لا، لازم تتكلم. في نقطه انا عايز اتكلم فيها، يعني حته عمليه التدوير في بدايه الموسم. عمليه التدوير خوفا من الاجهاد، خوفا من الاجهاد، مش حصل اجهاد، معلش انا عايز اتكلم في النقطه دي، خوفا من الاجهاد. طب اكسب الاول ولما يحصل اجهاد ممكن اعمل عمليه تدوير، يعني ده اللي انا مقتنع بيه. عمليه تدوير ما بتحصلش بدايه موسم، من الاخر بس قولا واحدا، اللي عنده اعتراض يتكلم يخدعني. بدايه موسم انت بتحاول تدخل كل فريقك في الفورمه بتاعته، في احسن حاجه عنده في بدايه الموسم. ما ينفعش اعمل تدوير بدايه الموسم، غلط. فكر كده، تدوير بيبقى في نهايه الموسم، بتبقى مضطر، عندك ماتشات كتير وارتباطات كتير، وعندك اريحيه في حتى في ترتيبك. يعني ممكن ترتيبك في الدوري يخليك ما تعملش تدوير ده، لانك انت محتاج اللعيبه دي. لكن التدوير نفسه بيجي مش في بدايه موسم، بدايه موسم ومدير فني جديد واللعيبه بالنسبه له جديده، ده لازم اتعرف عليهم، لازم كل واحد يبقى في احسن حاله ليه. احسن حاله ليه حاجه اسمها فورمه مباريات. انا ما ينفعش العب ماتش واثنين وثلاثه واربعه وهبدا اخش اكتسب الفورمه بتاعتي العاليه وتقوم قعدني، ما ينفعش. يعني يضرك اكتر ما يفيدك. طبعا طبعا. وبعدين يمكن بلاك بيتكلم، حتى لو انا لو عايز اريح بعض انا بعمل تدوير في مباريات، ما ينفعش في بدايه موسم مبدئيا كده الاساسي، ما ينفعش. في مباريات مسموح تعمل تدوير فيها، مسموح، لكن في مباريات لا، لازم تقدر المنافس بتاعك. المنافس بتاعك ايام بيجبرك انك، يعني النهارده ممكن اريح اسامه وكابتن شريف وبلال ولاعب مش عارف ايمن وعلاء، اديهم فرصه لسه راجعين من اصابه، او اساسيين عندي ولسه راجعين، مش هيحصل تاثير. مع بص، مع كل اللي حصل النهارده والاخطاء دي، غلب واحد وطرد. يعني حتى النهارده كان ممكن الخطا اللي هو بتاع التدوير ده من بدري كان ممكن يتدارى، لو
كان فيه روح وتركيز في الملعب بس، مش اكتر من كده، واصرار. الروح والتركيز والاصرار احيانا بتغطي على ده، مش احيانا، القصور الفني ده مش احيانا، ده 70% بتغطي عليه. طول ما انت عندك روح واصرار بتغطي على الحاجه الفنيه بتاعتك. لكن العكس لا، فنيا عالي جدا ولعيب كره ممتاز، لكن روحك وحش قوي، اصرارك في الملعب مش موجود، هتخسر. ايوه انا النهارده وجهه نظري النهارده اللي خاصه النادي الاهلي نقطتين، روحك وحشه جدا في الملعب، استسهلت المباراه، ركنت ان في زياده عدديه وريت استغلتها، ما استغلتش. هو ده النهارده درس، النهارده مش درس سهل، لا ده درس قاسي. ايوه لكله، كل الفريق، مش منظومه كلها واحده قايمه. وبعدين احنا الشغلانه بتاعتنا دي كل يوم بتتعلم، كل مباراه بتتعلم، كل تمرينه بتتعلم، كل يوم بتتعلم حاجه. النهارده انا اخطات، لا بكره لازم اصلح غلط، النهارده عملت حاجه كويسه تمام، بقى اشوف حاجه ثانيه اعملها احسن. لكن الفكر نفسه لازم يتغير. النهارده غالب واحد وفي طرد، ده انا النهارده اعمل احلى مباراه ليا في الموسم، واعمل روح مقدم رساله لكل الفرق، انسوا الدوري السنه دي. صح. بايه؟ بسكور اللي كان بيتكلم عليه بلا الوقت، واحد واثنين وثلاثه واربعه، واعمل مباراه النهارده امتع نفسي وامتع جماهيري وروح تبقى في السماء. لكن مش العكس. أيوة. العكس هو اللي وصلك لكده. العكس هدوء، استسهال، روح وحشه، توقف في الملعب وحشه، مساحات موجوده، خلاص الوقت بيعدي واحنا غالبين 1-0، و1-0 تيجي في كره القدم مش ولا الهوا ولا عملت حاجه، انت ما كسبتش حاجه، مطمئنة. انت ما كسبتش حاجه، ما كسبتش. لكن درس قاسي جدا، درس خاطر النهارده محمد مجدي لما مدير فني يقول ضربه جزاء فلان يبقى فلان، صح، ما فيهاش نقاش. ما فيش حد جه في تاريخ النادي الاهلي مدير فني بيقول كلام وبيعمل كلام، مهما كان اسمه ومهما كان حجمه في الملعب. مدير فني قال النهارده مثلا الترتيب كابتن شريف واسامه، استحاله اسامه يروح يمسك الكوره، طبعا استحاله، ما يفكرش طبعا خالص، الا لو رقم واحد ده مش عايز يرسوت الكوره، مش في يومه، أيوة. مش في حالته، مصاب، اتغير، يبقى الترتيب، او قال مش هقدر اشوط، او النهارده مثل. مش يومي مثلا، ضيعت كذا هدف وانا مش فايق النهارده. لكن محمد مجدي اتعلم يا محمد، يعني المدير الفني يقول كلمه انا اخدها حتى لو انا عايز اجيب هدف او طمعان في الهدف. صح. لكن كل دي اخطاء يا ايمن، واللي عاجبني ان في بدايه موسم ماشي، بدايه موسم ممكن تلافي الاخطاء طبعا بصراحة. من بدري حته التدوير استنى عليها شويه. بص اللي انا بقول لك عليها دي يا مجد، نقف عند اللقطه دي، دي اللي انا بكلمك نقف عند اللقطه دي، دي اللي انا بكلمك عليها. لا لا لا، رجع لي عمرو السوليه تاني، دي اللي انا كلمتك عليها، رجع لي لقطه عمرو السوليه مع مجدي قفشه، خطوه كمان خطوه. أيوه. بص دي اللي انا كلمتك عليها. ايوه مظبوط. الترتيبه الصحيحه معلول سوليه محمد مجدي، هو عمرو السوليه كلم محمد مجدي بخصوص البينالتي بس بالظبط. ايوه لان محمد مجدي راح مسك الكوره، عمرو ما رضيش يقول، يعني تقريبا ما رضيش يتكلم محمد مجدي، ان خلاص هو مسك الكوره. لكن هو الترتيبه الصحيحه معلول عمرو السوليه محمد مجدي، لان الكلام ده من صح مدير الفني نفسه. صح. اللي هو يا جماعه احنا بنتكلم، ما احنا برضو عايزين نتكلم للمصلحه العامه. يا بص المصلحه العامه، احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، مفيش لعيب اكبر من النادي الاهلي، مفيش، ما حصلش. في احنا عندنا النادي الاهلي في حاجات جوه الملعب لازم تعليمات تطبق. مفيش لعيب اكبر من النادي الاهلي، مع احترامنا انا ما بكلمش على لقطه محمد مجدي قفشه، بالعكس انا من ضمن الناس اللي بتحب محمد مجدي جدا 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 يعني، وشايف ان هو ضروري في الملعب. انما انا بتكلم على حاجه مهمه جدا 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 جوه الملعب، مفيش لعيب اكبر من التعليمات، مفيش لعيب اكبر من النادي الاهلي. في تعليمات اتعودنا على كده، اللي يقوله المدير الفني يتنفس في الملعب، اللي يقوله المدير الفني يتنفس في الملعب، الا اذا زي ما قالوا الكباتن، الراجل مثلا في ركله جزاء دلوقتي، ما انا برضو مش عايز اتكلم، انا ما بهاجمش حد ايمن، ما هو انت برضو في نقطه يا جماعه ماشي، انا ما بهاجمش حد يا جماعه، مش عايزين اللهجه اللي هي انت مثلا بتيجي على اللعيبه، لا انا ما بجيش على اللعيبه خالص، بالعكس انا معاهم وفي ظهرهم ومؤيد ليهم، كلنا كده وداعمين. انا بتكلم على حاجات جوه الملعب، النادي الاهلي في حاجات ما تحصلش. نادي الاهلي طالما مدير فني قال حاجه، انا يا جماعه كل اللي يهمنا، كلنا مش انا بس، مش انا، كلنا
جماهير احنا بره كده، كل اللي يهمنا مصلحه النادي الاهلي. هدوس على حد عشان مصلحه النادي الاهلي؟ اه انا هدوس، بس مش معنى كده ان انا ما بحبوش، بالعكس انا هدوس عشان مصلحته. مش هدوس هدوس يعني، لا بنتقد بنتقد، انما عشان مصلحته، عشان مصلحه الاعلى اللي هو النادي الاهلي. علشان في حاجات حصلت، اي حد كان ممكن علي معلول يشوطها وتطلع بره وتتصاد وتيجي في العرض عادي، بتحصل بتحصل. ولكن في تعليمات، في تعليمات جوه الملعب، نمره واحد كذا، نمره اثنين كذا، نمره ثلاثه كذا، المفروض اللي يقوله المدير الفني يتنفس الملعب. صوره يعني خير دليل، انا كنت عايز اجيب صوره قفشه وعمرو السولية. عمرو السولية كان بيتكلم مع مجدي قفشه في حاجه، في حاجه معينه تخص ركله الجزاء. عادي انا بقول لحضراتكم كان ممكن علي معلول يخش وكره تضيع برضه، ولكن انا كلاعب في الملعب انفذ اوامر، انفذ اوامر المدير الفني، حتى لو انا كنت احسن لعيب في الملعب والعمليه ماشيه معايا. عارف لو محمد مجدي قفشه خد الكوره والمدير الفني قال له شوت، ماشي خلاص، يبقى انا خدت الكوره والمدير الفني قال لي شوت، ماشي. لما المدير الفني نفسه في المؤتمر الصحفي قال لك انا استغربت من الموقف، عمرو السولية نفسه لما راح لقفش اكيد كلمه في الموضوع ده، والصوره واضحه جدا. مش ده برضو اللي خسرنا، ولكن في دروس مستفاده، في دروس مستفاده من الماتش ده، ده درس، ده درس. مش عايز اقول هنطبطب لا، انا داعم، كلنا داعمين للعيبه والمنظومه والجهاز الفني، وعايزين الاهلي ان شاء الله السنه دي يحسمها من بدري. انا كنت بقول حاجه، ان انت طالما محافظ على الفرق اللي بينك وبين المنافسين او الخصوم، حتى لو انت وحش وبتكسب، انا بالنسبه لي مكسب، انا بالنسبه لي مكسب. انا عايز اجيب بطوله ضاعت مننا سنتين، وقلنا ايه؟ ان في حاجات خارجيه كانت غصب عننا، انما في حاجات كانت مؤثره وفي تقصير مننا. ما عادش تاني الموال ده، ما عادوش تاني. احنا درس قرصة ودن، لكن لازم نستفاد منها من البدايه. الحمد لله، الحمد لله ما زلت متصدر، ما زال فارق النقاط لصالحك، قل بس لصالحك، دروس مستفاده. عندك كابتن اسامه ثلاث مباريات في 8 ايام، 20 25 28، دور الجهاز الفني واللعيب. عندك فاركو 20 25، عندك سموحه 28، سيراميكا كليوباترا. يعني قبل ما النقطه دي برضو بس اعقب سريع على موضوع ضربه الجزاء لمجدي قفشه، ما هو برضو في نقطه، لو انا مش ترتيبي او انا المدير الفني مش قايل لي، برضو لم يبان ان في اعتراض من الجهاز الفني او احد المساعدين، ان يا مجدي قفشه النتيجه مثلا 1-1 ودي اخر دقيقه ما تشوتش، لا فلان اللي لازم يشوت، وبرده طيب. دي ما بانتش، دي برده والسولية كان بيقول له ايه؟ الله اعلم، احنا ما احنا عارفين، يمكن يقول له حطها على يمينه وشماله، يمكن مش باينه ان هو بيقول له احنا دخلنا احساسي بس. ماشي بس نكمل اللي جاي، هقول لك بس معلش. ماشي اتفضل. فانا برده ما هو انا برده اذا في تحمل يعني مسؤوليه على اللاعب، في مسؤوليه برده على الجهاز. ما هو لو انا مش راضي عن الوضع ان فلان ده ما يشوتش، هقول باعتراض لاحد مساعديني او لعيب في الملعب هي. لا ما يشوتش وفلان هو اللي يشوت. طب خلاص اللي جاي بقى، اللي جاي ثلاث ماتشات تقال صعبين. الثلاث ماتشات طبعا زي ما قلنا، التعادل احنا مش زعلانين عشان التعادل، التعادل وارد جدا، وفرق اقل من فيوتشر، يعني فيوتشر بالعكس عندها قوام، رغم ان هم مش النهارده مش في احسن حالاتهم وكان سهل يتغلبوا، لكن عندهم قوام من احسن قوامات في الدوري، يعني في ممكن كنا نتعادل مع فرق اقل. مظبوط. احنا زعلنا ان الفوز كان في ايدك خالص وانت اللي فرطت، يعني انت اللي الموضوع كان سهل. أي. يعني بيلعبوا ناقصين وجايب جون بدري وعندك فرصه، انت ممكن يكون جالك استسهال انك انت خلاص الماتش انت كسبان وكسبان، بس الاستسهال ده جالك الماتشين اللي فاتوا برضه. ماشي، ما هو انا بقول لك، انا بقول لك على الوضع بتاع النهارده، الطرد بالهدف بتاع ممكن يكون جالك الاستسهال. فالواضح ان احنا من ساعه ما رجعنا من الاجازه حتى الان
رتم الاداء مش بيبقى كويس في ال 90 دقيقه او في زمن طويل من اللقاء. ماتش الاتحاد رغم ان احنا كسبنا 3 ضاع ضربتين جزاء وضاع اكتر من فرصه، والشوط الثاني حصل فيه هبوط كتير. الماتش اللي قبليه اللي هو كان محلة. بتاع المحله يمكن احسن شويه جبنا جونين بس برده يعني احسن من الماتش اللي قبل المحله كان طلع الجيش برده الاداء كان نازل شويه، يعني ما وصلناش للحاله اللي احنا كنا فيها قبل فتره الراحه او الايقاف يعني هاي. فنرجو ان اللعيبه تركز كويس جدا، الجهاز الفني يركز كويس جدا، ناخد الامور بجديه جدا. مش معنى كده ان احنا مش هنتعادل، مش معنى كده ان احنا ممكن ما ننهزمش، يعني دي كره قدم، وشفنا في كاس العالم البرازيل تقريبا ممكن من وجهه نظر احسن فرقه في الدوره، وبرضو قعدوا يضيعوا فرص وبتاع لغايه لما كرواتيا جابت جون في الدقيقه 118 وكسبوا بضربات الجزاء وخرجوا البرازيل اللي هي احسن فرقه. ده وارد في الكوره. فالاهتمام والتركيز وعدم الاستهتار او عدم يعني ايه ان انا اضيع فرص ممكن احتاجها في وقت تاني متاخر، اكون بقى تعبان فعلا، اكون بلعب في بطوله افريقيا وكاس عالم وراجع مضغوط قوي ولاعيبه مجهده ولاعيبه مصابه، فانا استغل الفرصه دلوقتي طالما عندي اقدر اخدها او اموت نفسي فيها. بعد كده ربنا ما ارادش خلاص. لكن احنا كلنا النهارده واحنا بنتفرج يا جماعه ايه ده الماتش سهل بس عايزين نخلص الجون الثاني عشان نخلص، او نحس ان في شراسه في لكن احنا حسينا ان في ايه عمليه ايه ان يعني الماتش احنا استسهال ده ممكن لطشه تيجي جون، ده ممكن وده اللي حصل فعلا، ممكن هجمه تيجي جون. فمش عايزين نستهون، 3 ماتشات مهمين نركز فيهم، احنا ما زلنا الاول وان شاء الله يعني لسه الدوري طويل يعني، بس احنا اللي في ايدينا ناخده، اللي صح. في ايدينا نموت عليه صحيح. فتركيز من اللاعبين، تركيز من الجهاز الفني ومن كل المنظومه اللي هي شغاله يعني، وربنا يوفق ان شاء الله في ال3 ماتشات الجايه يعني. كابتن بلال، الرد في الملعب بال3 ماتشات دول معناها 9 نقاط من الاخر يعني من الاخر. ده الطبيعي يا كابتن، يعني انت النهارده معلش تعادلت بس تعادلت مع فرقه برضو كبيره يعني. خد بالك انت وانت ماشي كنادي او كسياسه نادي او كاداره فنيه حتى كمان، وانت بتعدد الماتشات اللي ممكن تروح وتيجي فيها يعني، فبتبقى في ماتشات يعني مثلا بتقول الزمالك ممكن اكسب ممكن اتعادل او ممكن اخسر، تمام؟ بتقول مثلا بيراميدز ممكن اكسب ممكن اتعادل ممكن اخسر، فيوتشر ممكن اكسب ممكن اتعادل، يعني فاهم قصدي؟ صعب اخسر بس ممكن يعني في احتماليات انت بتبقى حاططها وانت ماشي، تمام؟ بتكسر الاحتمالات دي في اوقات كتيره جدا بس تمام؟ والله وانا مع بعض الفرق برضو الكبيره لا ما بحطش برضو الخساره في دماغي يعني لا انا لا بقول بقول احتماليات انما التعادل ممكن لا ده مش معناه انت ما بتلعبش على مكسب انت بتلعب على مكسب في كل في كل المباريات، ما انت كنا لسه بنلعب السوبر وكسبت المنافس بتاعك وكسبت السوبر، ده مش معناه ان انت بتلعبش على مكسب، بتلعب على المكسب، لكن بقول ان وارد في كره القدم انك تتعادل وارد يعني عادي جدا. احنا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده انك انت المكسب كان في ايديك تمام، وبعد كده انت تنازلت عنه مش ضامن يعني انت تنازلت من وجهه نظري انت اللي فرطت في المكسب النهارده، عشان كده انت بتبقى زعلان. عارف النهارده لو الجيم رايح جاي وهم اللي الدنيا تمام وبيهاجموك وانت بتهاجمهم يعني وجيم هتبقى مش زعلان خلاص، هم قدوا ماتش حلو بتسقف لهم وتمام ومبروك يا جماعه وعملت ماتش كويس، انما انت النهارده كان عندك استعداد انك تكسب النهارده وبنتيجه كويسه، عشان كده هو ده زعلان. الاهلي كعادته الطبيعي جدا يعني بعد كل يعني بعد ما يحصل فيه دروب او خساره او تعادل، المفترض انك انت بتبقى عندك صحوه يبقى عندك حاله من الفوقان، خاصه ان في يعني زي ما اتكلموا اللعيبه مع بعضهم في بدايه الموسم والجهاز الفني ان في يعني تعهد ان الدوري العام السنه دي ان شاء الله في ان شاء الله باذن للنادي الاهلي باذن الله. انت ما عندكش مجال غير انك تلعب كل ماتش على المكسب زي ما انت متعود، انت خد بالك انت ال6 ماتشات اللي فاتت كسبان، عندك خدت 18 بونت من 6 ماتشات اللي فاتت، تعادلت النهارده لكن قادر انك برضو ال6 مباريات اللي جايه انك تكسب ان شاء الله وتاخد برضو ان شاء الله 18 بونت يعني. فانا اتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى تركيز في اللي جاي، خلاص الماتش ده اعتقد يعني بكره او بعده بالكتير هيبتدي مستر كولر يصلح الاخطاء ويبتدي اللعيبه تعمل الريكفري بتاعتها، تبتدي تفكر تاني في الماتشات اللي جايه ومستر يبتدي يشتغل على الاخطاء اللي كانت موجوده النهارده، لكن خلاص هو ماتش وحطيته ورا ظهرك تمام، عرفت سلبياته
ايجابيات، وعرفت ان انت برضه لما بتبتدي تضغط وتشتغل وتلعب كره سريعه زي الهدف اللي جه النهارده، هدف نموذجي الحقيقه طبعا. يعني ما اديناهوش حقه للاسف النهارده صحيح. من زعلنا يعني، لكن هدف نموذج يعني هدف نموذج للباص السريع والانقضاض وانك تجري بالكره وانك تلعب يعني في شغل كتير على الهجوم وشغل كتير من النادي من النادي الاهلي وانكار للذات وحسين شادي حسين بيباصي الكره كويس وحسين الشحات في مكان جيد جدا جدا بالنسبه له، فالنهارده الهدف كان جميل جدا. فانا اتمنى ان شاء الله باذن الله ولاعيبه الاهلي قادره ان شاء الله باذن الله تعالى ان هي الماتشات اللي جايه قبل اي توقف ان هي تكسب الماتشات اللي جايه كلها باذن الله، ويعني ويفضل الاهلي مستمر ان شاء الله باذن الله على قمه الصداره باذن الله.